السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة شادرين توريزم. دلوقتي احنا هنكمل موضوعنا إن شاء الله عن التأثير الإيجابي. طيب دلوقتي احنا أنا ممكن دلوقتي ما أكلش الصغيرين وأكل الكبار، طيب إزاي أنا هأكل الأهالي؟ دلوقتي هبتدي أكل الأهالي نفسها والأهالي هتأكل الصغيرين بتاعتها، وده أفضل بالنسبة لسن حد معين، يعني مثلا لحد سن 15 يوم ده يكون ممتاز جدا بين الأهالي. كده كده يعني الاكل الاهالي اللي بتاخده يتنزلوا للزهري بالتدفئه اللي هم المفروض يدوها او يدوها مع صح جسمهم يكون محتاجها. انا هاخد على اكل الاب بالظبط من اكل الزهري على عدد الزهري. كده كده انا خالف الكوبايه عندي، لما اخلص الاب يخلص تاكله باخد الاب تاني واكله، وبعد كده برجعه تاني يكمل تاكيل الايه الصغير نفسه. انا دلوقتي انا هاخد هو مقدار بالظبط معلقه كبيره بالنسبه للميه، هيبقى برضه معلقتين ونص او 3 معالق صغيرين مش كبيره. لازم تعقم زي ما اتكلمنا امبارح في الفيديو، قلنا سرنا تعقم كذا مرة. باخد المبسم اللي انا هسحب بيه او اللي انا هتكلم طبعا ده هو طبعا متعود ان هو ياخد السرنج من صغره لحد دلوقتي. كده عندنا ال 10 سنتي بحيث انه ياكل ايه الخروف الصغيره. وبكده تكون حلقتنا انتهت النهارده، وهنشوفكم في المرحله القادمه ان شاء الله مع كابتن مصطفى تدريب الجول الزين.